علم فلسطين، قصة شعب ورمز قضية. ارتبط عضويا بفكرة فلسطين ليروي قصة مأساة الفلسطينيين ويصبح مفتاحا للعدالة والسلام. مع هزيمة العثمانيين رفع علم الثورة العربية في المشرق العربي، واستبدل بعد فرض الانتداب وترسيم الحدود بالعلم البريطاني. مع بدء تنفيذ وعد بلفور ومقارنة مع المشروع الصهيوني، كان الفلسطينيون يعانون من غياب التنظيم وغياب الدعم لمشروعهم. تصدى الفلسطينيون للاستيطان، فعقدوا المؤتمر الفلسطيني الأول واتخذوا علم الثورة العربية شعارا، معلنين رفض الانتداب ومطالبين بالانضمام إلى المشروع العربي الهاشمي. سقط المشروع، ومع تبلور الوعي القومي الفلسطيني ظهرت أعلام تعبر عن الخصوصيات الفلسطينية. تسارعت وتيرة المواجهات مع المستوطنين، فبلغت ذروتها في ثورة البراق لتمتد إلى كافة فلسطين. في محاولة لتهدئة الوضع، اقترحت بريطانيا تقسيم أرض فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. رفض الفلسطينيون المشروع واستمرت الثورة. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أعيد طرح تقسيم فلسطين، فرفضه العرب ونادت جامعة الدول العربية بالتدخل العسكري. اندلعت الحرب وانتهت بالنكبة. مارس الصهاينة سياسة التطهير العرقي والتهجير، مسببين نزوح أكثر من 750 ألف فلسطيني، حاملين معهم ذكرياتهم ومفاتيح بيوتهم. بعد النكبة تشكلت حكومة عموم فلسطين، واتخذت من علم الثورة العربية بعد تعديله رمزا للاستقلال. عام 1955 اعتمدت جامعة الدول العربية علما أبيض كتب عليه فلسطين بالأحمر كدلالة لوضع فلسطين الدامي. رفضه الفلسطينيون وتمسكوا بالعلم العربي. وبهدف توحيد الصوت الفلسطيني والكفاح المسلح، أنشئت منظمة التحرير عام 1964، واعتمد علم الاستقلال في الميثاق الوطني الفلسطيني مع تبديل دلالاته. شهد هذا العلم على النكسة مع سقوط الضفة الغربية وغزة وطرد منظمة التحرير من القدس واحتلال الجولان وسيناء. أيلول الأسود، انخراط الفلسطينيين في الحرب اللبنانية وطرد منظمة التحرير من بيروت. إعلان قيام الدولة الفلسطينية، اندلاع الانتفاضة الأولى، إبرام اتفاقية أوسلو، إنشاء السلطة الفلسطينية وعودة ياسر عرفات، اندلاع الانتفاضة الثانية، وفاة عرفات، احتدام الانقسام الفلسطيني الداخلي، تحدي أعلام الفصائل للعلم الفلسطيني، وحرب غزة. يشكل العلم الحالي رمزا لقضية أضحت أسيرة تناقض ما بين اعتراف عالمي بقضية فلسطين دون تبن فعلي لها، وتسخيرها من قبل أنظمة شمولية كأداة لقمع شعوبها. ولكن يبقى العلم الفلسطيني رمزا لغياب العدالة الإنسانية ومفتاحا للسلام.